متابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم. جود مورن. اليوم بدنا نحكي عن الماسك، عن الكمامه، او مثل ما شفت في شارع العرب، ليكو يرجى ارتداء القناع. انا فكرت انه قناع هاي للوجه الكامل، يعني مو بس للتم والانف المنخار، بس للوجه الكامل. هيك فهم كلمه قناع. بس هل هذا صح كمان؟ انا لا اعرف، ولكن بالالماني ماسكه بيصير اين ماسكه، بس بنقول ارتداء تراغن، بيتي اين ماسكه تراغن. فينا نقول صديقي قال امبارح ich muss die Maske anziehen. لا ما بيصير anziehen، لا الماسكه بنحطها على الوجه، بنقول aufsetzen، bitte die Maske aufsetzen. نعم. شو فينا نقول كمان؟ فينا نقول ماسكه، وفينا نقول مونتشوتس. في ناس بيقولوا مونتشوتس، ولكن اكثر شيء نسمع بالاخبار يعني ماسكه طبعا، وبعدين مونت نازه شوتس. في كمان ناس بيقولوا نازن شوتس، بس افضل مونت نازه شوتس، لانه في انف واحد فقط. نعم، يعني بنقول bitte den مونتشوتس، او bitte den die ماسكه aufsetzen، يعني حطه على تمك. بس بعدين صديقي قال لي guck mal der Hund hat auch eine Maske. الكلاب يعني مشان ما يقدوها، اوف الكلاب شو عندهم بيقولوا عندهم maulkorb. المول يعني تم الكلب، بنقول مول، والكورب مثل سلة، يعني بنحط سلة على تمهم مشان ما يقدوا، der maulkorb. اوكي. وبالسياسة اذا مثلا واحد سياسي قوي بيقول لواحد صحفي مثلا ممنوع تكتب عن هذا، وهو ما بيكتب، بنقول er hat ihm einen Maulkorb verpasst. Maulkorb. نعم. اوكي، هذا هو. Ich danke euch. Bis bald. Tschüss. يلا باي.